وخلال لقائه مع نواب الرئيس العراقي إياد علاوي ونور المالكي وأسامة النجيفي، أكد شكري على تضامن مصر الكامل مع العراق في حربه ضد الإرهاب، وشدد شكري على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة وتكثيف منابع تمويلها بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد شكري على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، من أبرزها دعم الوحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.